السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة موضوع الفنانة إلهام شاهين لما طلعت بتقول إن الأولوية للشغل أكتر من الصلاة. أنا ما يعني إن غلط إن الواحد يوقف شغله أو يوقف الشغل ويروح يصلي. الواحد يخلص شغله وبعدين يروح يصلي، لكن الأولوية للشغل. لأن أنا كنت أنا زعلانة عشان كان عندنا مخرج وقف الكاميرات وذهب يؤدي الصلاة في وقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعرفش إن المسلم يواظب على، المفروض إنه يواظب على الصلاة في وقتها. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء. وقال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة. وقد توعد الله بالويل للناس اللي هي بتأخر الصلاة عن وقتها، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في سورة الماعون. والصلاة سبحان الله إن ربنا ممكن إن المسلم يؤدي الصلاة بتاعته في أي مكان، ما شرطش لها مكان معين. يعني ممكن واحد يصليها في البيت، يصليها في المكتب، يصليها في الشارع، وممكن يصليها في الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطيهن أحد قبلي، فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصلي، فإن حان الوقت فيمكنك التطهر وأداء الصلاة بمحل العمل. ولكن لازم الإنسان يحرص على الصلاة في الجماعة، وإذا لم يتمكن من الصلاة في الجماعة فممكن يصلي في المكان اللي بيعمل فيه، لأن الأرض طهور. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان الواحد ممكن يصلي. لكن صلاة الجماعة هي المفضلة، ولا تؤخر، لا يجب تأخير الصلاة لانتهاء العمل بحجة انشغالي، ان انا مشغول عندي شغل وعشان كده بأخر الصلاة. لان لا خير في عمل يشغل الواحد عن الصلاة، مفيش خير في العمل اللي يخلي الواحد يأخر الصلاة بتاعته. الصلاة الفرض، والصلاة من الطاعات التي تجلب الرزق وتطرد الفقر. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة. وذم الله الناهين عن الصلاة، ربنا ذم الناس اللي بينهوا الواحد عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في سورة البقرة، في سورة العلق. ويجب ان احنا نأمر اهلنا وولادنا وزوجاتنا بالصلاة في وقتها. هما قاعدين في البيت، قاعدين في اي مكان، لازم يحرصوا على انهم يصلوا صلاة الفرض، كل صلاة في وقتها طالما الوقت بتاعها اذن. و
ويفتكرش الانسان ان هو لو بيشتغل او بيعمل بيأدي عمل ان هو كده هيكسب، هيكسب ويضيع الصلاة. فلا، ليس للمرء العمل مكسب من تضييع الصلاة. العمل هيتأدي في وقت الصلاة ليس به أي مكسب، لكن لو وقت الصلاة انقضى يعني فات، ممكن احنا فات فممكن نصلي بعد ما نصلي. وتوعد الله بالويل لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في سورة المعون. والصلاة تجلب الخير وتجلب الرزق وتوسع وتجلب الخير وتزيد الرزق وتوسعه. فيجب ان احنا ما نقولش مثلا ان احنا لما هنوقف الشغل ونروح نصلي ان دوا كده هيعطل الشغل، لا، لان مفيش مكسب من الصلاة اللي يجي من الصلاة اللي تيجي، مفيش مكسب من العمل اللي يكون ساعة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن حان الوقت فيمكنك التطهر وأداء الصلاة بمحل العمل، ولكن الحرص يكون على صلاة الجماعة. ويجب ان احنا نعود اولادنا وشبابنا على انهم يلتزموا بالصلاه في وقتها، وان الصلاه ديها لها وقت معين يجب ان احنا نصلي فيه. لان الصلاه، ان قال الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في سوره النساء. وأمرنا ربنا بأن احنا نحافظ على الصلاة. وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في سورة البقرة. وتوعد بالويل لمن يؤخرون الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلازم ان احنا نلتزم بالصلاه، والصلاه عماد الدين. من تركها ترك الدين، فيجب هي من اساس الدين الصلاه. لا تؤخر الصلاه عن وقتها، وليس هناك يعني وهناك في اعذار وفي احكام للمريض واللي يكون للمريض بس هو اللي يعني ممكن. حتى لو كان الإنسان مريض لازم برضو أن يؤدي الصلاة. والصلاة من الطاعات التي تجلب الرزق وتطرد الفقر وتجلب الخير، تجلب الخير لأصحابها. فيجب ان احنا نحافظ على إقامة الصلاة في وقتها، زي الفنانة اللي بتقول زعلانة عشان المخرج وقف الكاميرات وذهب يؤدي، يعني وقف عمله وراح يؤدي الصلاة في وقتها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا اهدي قومنا لما فيه صالح في صالح الدين والدنيا. ربنا يهدينا جميعا
ربنا يتولانا ويهدينا لما هو فيه صالح صالح المجتمع وصالح الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.